وهعمل لكم كمان طحينه بقدونسيه. الطحينه منتهى البساطه شبه الطحينه بتاعتنا جدا، الفرق الوحيد ان احنا بنضرب فيها بقدونس، فطعم البقدونس مش بنحطه بس على الوش، يعني بنضربه في الخليط كويس قوي، فطعم البقدونس طبعا بيبان قوي في الطحينه. فتعالوا نعملها مع بعض ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه طبعا انا عندي طحينه بيور لسه خام زي ما هي، عندي بقدونس، ليمون، عصير ليمون، ثوم طبعا، وملح وفلفل. هحط الطحينه وهحط عليها البقدونس والخل، معلقه كبيره الثوم المفروم تقريبا برضو معلقه كبيره، لازم طعم الثوم والبقدونس يبقى باين فيها قوي الطحينه دي، طبعا ملح وفلفل. وهنحط الليمون، حط تقريبا ليمونتين كوب، يعني ليمونتين على حسب بقى، لو بتحبوا ليمون زيادة ممكن تزودوا عن كده كمان، لأن الثوم فيها كتير فالليمون بيبقى حلو معاه. وآخر حاجة احطها هي زيت الزيتون، هحط معلقة صغيرة، هزوده كمان شوية مية بس عايزة اضربه الأول نشوف قوامه ايه. يعني محتاج حبة صغيرين مية مش كتير. كده البقدونسية بتاعتنا تكون جاهزة. هتحسوا ان لون الطحينة نفسها اخضر شوية طبعا، وطعم البقدونس وريحته هتبقى باينة قوي فيها كمان. تعالوا نغرفها مع بعض على ما الرز يستوي والطاجن نطلعه من الفرن. طلع على وشها شوية شبت كمان وبقدونس كمان.